ليه بس كده؟ هو عم الحاج وعم حضرات السادة حضرات السادة المستمعين، أسعد الله مساكم للي قاعد شمال ويمين، للي قاعد شمال ويمين، عدوا عدوا عدوا. الروسي زي الوس، يلا يا بنتي عدوى، الروسي زي الوشة، ومع السلامة يا احمد. ايه دخلك الاستعباط دي؟ الواد بيموت جوه انت ولا كأن في حاجة. الحقني يا عم رجب، ابني هيضيع من
امال سعيد فين؟ سعيد نزل الحسابات اصلا، هم عايزين فلوس وهيطلع على طول. كلم عز. شفت يا عز مقضي ليلة دخلتنا فين؟ مش كنت جيتي كملنا الفرح هنا؟ يا بنت ما تخافيش، ده جرح بسيط وخلاص خيطوه. عشان خاطري يا عز، عشان خاطري ما تعيطيش. خاطرك غالي عليا يا عم. حاضر مش هعيط. ألف حمد وشكر ليك يا رب. والله العظيم ما حشني عنك غير أبوي، حالف عليه ما راحش المستشفى في فستان الفرح. بس عارف من النجمة هتلاقيني قدامك. نم أنت وارتاح يا حبيبي. ده من العمر كله. مع ألف سلامة. الحمد لله يا رب. أما قومي نامي جوايا يا حبيبتي. لا خليني قاعدة معاك لغاية ما أبوكي يرجع. أبويا وسعيد راجعين دلوقتي. إيه الأخبار؟ الحمد لله. بجد؟ الحمد لله، كلمته واطمنت عليه، بقى كويس. صباح الخير يا ابراهيم. صباح النور يا ماما. كنت فين يا ابني بقالك يومين؟ ابدا، كنت في حوار كده. والحوار ده اللي مشلفتك كده؟ ما هو الحوار ده كان فيه ثلاث عيال بيعكسوا بنت على الكورنيش، انا ما عجبنيش المنظر، ركنت اتكلم معاهم، شدوا معايا مسكت فيهم، راح واحد فيهم ظارفني. ابراهيم حالك مش عاجبني. ليه؟ ما انا زي الفل اهو. لا الفل ابيض، لكن اللي انت فيه ده كحل. اه ده ايه الظرف الظريف اللي على الصبح ده؟ اول مره تهزري معايا. يا ريت هزرايا، كنا ضحكنا شويه وخلاص. سيبني انا واختك يومين ما تسالش فينا وفي الاخر راجع لي مشلفط كده. بقول لك ايه، انا بقيت راجل كبير، لا عايز حد يقول لي رحت فين ولا جاي منين. طب يا راجل وكليتك؟ كليه ايه يا ام كليه؟ هتخرج اخو كام يعني؟ الفلوس اللي معاك دي مش بتاعتك، دي بتاعت اخوك، ولما يرجع هياخدها. خلص بقى السنه دي وريح قلبي، محدش عارف بكره هيحصل ايه. لما يبقى يرجع يبقى يحلها الف حلال. يبقى ادعي له انت يرجع بالسلامه، انا داخله انام. تعبناك معانا يا سعيد، اربع ايام وانت قاعد جنب عماد في المستشفى، ده غير الفلوس اللي عمال تدفع فيها. يا عم رجب عيب ما تقولش كده، ده عماد اخويا وانت برضه هنعمل اخ الكبير. تعالى بقى نشرب حاجه على هوا. لا سيبك من تشرب حاجه، انا يا دوب ما صدقت ان انا سلمت العروسه للعريس وقلت اروح ارتاح. عارف يا سعيد، أنا لما بدور اللي حصل ده في دماغي بلاقيك مش سعيد البرنس اللي احنا نعرفه. ده اتغيرت يا سعيد. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أسخام يا نعم يا نعم. أمر يا سعادة الباشا. والله زمان يا برنس الليالي. النبي هات لي شوية شاي على السخان عشان دماغي بتلق. هوا. طب هو عايز أسأل سؤال، عماد أخباره إيه النهاردة؟ عماد تمام، سلمنا له عروسته وكله 100 100. هات الشاي بقى. هوا. طب هما ليه سابوا سلامه يعني؟ عماد قال ان سلامه ملوش دخل بالموضوع، اتوكل على الله بقى. هوا يا ابني. طب عم فرغلي اخبارك. انت تشتغلنا الصبح يا سخام ولا ايه؟ هدي اعضاك يا عم، وعندك شاي على بوست هنا لفرنس اللي قال. صباح الفل. يخرب بيتك، انت خرجت امتى؟ هدى كده، بيقولوا انك اترقيت بقيت باشا بعد ما كنت برنس. ما تشوف لي لقمة عيش معاك يا باشا. جيت متأخر يا بخاطرها. وناوي بخاطرها طالعة من بقك زي العسل. بص يا باشا، أنا والواد كله ضربنا السلك مش لاقيين الأدب، طمعانين فيه. وادا كله كله باشا. أبوس إيد ساعة الباشا. أبوس إيد الباشا يا جدع. أبوس إيد الباشا إيه؟ أنت هتشيلنا ذنوب على الصبح. خدامينك يا عمهم. عندي مصلحة في اسكندرية. معاك. لو في الهند يا باشا معاك.